الإحرام، يعني نسيها وضيق أنه لم يصلش تفريض إحرام، حكم صلاة من خلفه وكيف يصح صلاة يعني أن الله أكبر ويكمل خلاص ولا يعمل إيه؟ يعني هم كبروا، هم كبروا على أنه كبر. نعم على أنه كبر. فيها قولان، قول أنه لا يصح لأن المأموم لا 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 يسبق الإمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، وقول آخر يصح في هذه الحالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يكبر كان جنما فقام فاغتسل فقال مكانكم ثم دخل كبر من جديد أو دخل على البناء، الصحيح أنه استأنف صلى الله عليه وسلم فتصح في هذه الحالة. وأنا في هذه الحالة يعني مع النظر يقول بأنها تبطل وأنا أمشيها في هذا الباب. يعني يعمل يكبر مع نفسه يعني لا تبطل. لماذا؟ لأنهم حقيقة الأمر عندهم أنهم كبروا على قبل. نعم هذا هو بخلاف يعني الصورة الأساسية. نعم هذا هو. بس هي متصورة شيخ اللي هم يكبروا قبل ما هو يكبر أو يدخل السماء. نعم هو عمل كده فكروا كبر أو جاي حط إيد على كتير جدا كتير يعني شيخنا يرفع صوته بالتكبير ولا يكبر تاني بصوت عالي ولا يكبر مع نفسه يكبر تاني بصوت عالي ما في مشاكل لا هيركع ولا هيقوم ولا هي لو كانت تجربة مثلا السادسة شفنا فالقرآن ما كبرش الإحرام سحلبات سحلبات يا ابني لا القرآن ما كبرش الإحرام في السادسة ها وكل عمال شغال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يكبر على الناس سبعة وهم خلاص سبعة ممكن يكبر في سر شخص يعني في خلاف انت ما يكبرش هو ده برضه حرام عشان اعتبرت العيد الزائدة عشان ما يزيدش عشان ما يزيدش دكتور حضرتك مين ننهي المسألة الأولى بس الحمد في اختيار جامد بخلص طب في سؤال لأخونا الأخ روسي هنا جزاه الله خيرا بيسأل شيخ إذا لمست قبري أو دبري هل ينتقد وضوئي أو لمست زوجاتي أو لمست زوجاتي دبري لوضع العلاج هل ينتقد الوضوء؟ اما مس القبل والدبر عندك مس القبل هو الذي ينقض الوضوء ينقض الوضوء الدبر لا ينقض الوضوء مس الدبر لا ينقض الوضوء على الراجح والخلاف موجود في العلماء ومس القبل لا ينقض الوضوء الا اذا كان بكف اليد دون حائل بينك وبينه واذا مست المراه الدبر فلا فوضوءك لا ينتقد ووضوءها لا ينتقد على الراجح الصحيح ومست هي القبل شيخنا اذا مست القبل هي التي ينتقد ضوءها ولا ينتقد ضوء طب شيخنا بالنسبه للمساله اللي فاتتها شيخ بعد اذنك هل ممكن يكبر في سره عشان حتى لا ما يجعش في البلد نعم طب مس القبل باليد مس القبل باليد اذا كان بكف اليد ينقض الوضوء ولو بالجسد لا ينقض الوضوء للاثنين الورك وقبل. الورك بيمس القبل هل ينقض الوضوء نعم بس هل تكفر الله بحفظ السنه كما تحفظ القران نعم ثم نعم ثم نعم في قول الله جل في علاه إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون الذكر هنا والكتاب وإيش والسنة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقلنا والقرآن فقط فلازم منه فلا بد السنة لأن السنة بيانه معنا وجزاكم الله كل خير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.